يعد الحي السكني الحيز المكاني اللي يتميز بخصائص مادية توفر لساكنيه الراحة والسكينة والاستقرار ضمن إطار يتماشى مع ظروف وطبيعة الموقع. إيش هي واقع أحياؤنا السكنية وإلى ماذا تفتقد وكيف يمكن الارتقاء بها لملامسة احتياجات السكان؟ أكيد هنتكلم في هذا الموضوع وأكثر مع دكتور وليد الزامل رئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وليد. أهلا وسهلا فيك وفرصة سعيدة وإن شاء الله نقول كلام يفيد المجتمع وال... إن شاء الله. دكتور وليد لو نتكلم عن مفهوم التخطيط العمراني بشكل عام إيش هو وإيش مدى احتياجنا له في ظل واقع المدن الحالي؟ والله شوفي مفهوم التخطيط العمراني هو مفهوم يعني معقد وطويل، انا ما ابغى اتكلم عن مصطلحات طويله ومعقده، احنا في الحقيقه كلنا نعتبر مخططين لان احنا نخطط لحياتنا، ماذا نفعل غدا؟ نعم. الطالب يعني يعتبر مخطط لانه هو يقول والله انا لازم اجتهد في دراستي على اساس اني اتفوق وانجح، فهو يضع هدف لنفسه ويضع لنفسه برنامج زمني حتى يحقق هذا الهدف، وينتهج ايضا سياسه احنا نسميها السياسات العمرانيه، فيعمل السياسه هذه اللي هي عباره عن مسار للسياسة والأدوات. نفس الشيء بالنسبة للتخطيط العمراني، في حاجة اسمها السياسات العمرانية تتبع مسار معين وتعتبر عندها نوع من الأدوات حتى يحقق الهدف. فيكون لنا عندنا يعني مجموعة من دراسة مفهوم التخطيط العمراني هو دراسة وتحليل للموارد والمشاكل الحالية للتنبؤ للمستقبل ولتحقيق حياة أفضل بالنسبة للمجتمع في المستقبل. فإحنا زي ما قلت كلنا مخططين، والتخطيط العمراني هو عبارة عن تحليل ودراسة للمشاكل الحالية وعمل تنبؤات المستقبل لحل المشاكل في المستقبل أو لتحسين حياتنا في المستقبل. نحتاجه في ظل واقع المدن الحالي؟ والله شوفي بالنسبة خصوصا في المملكة العربية السعودية احنا الآن ما شاء الله نشهد يعني نهضة تنموية كبيرة جدا. صحيح. جدا يعني مدن تنشأ في الشمال وفي الجنوب ونيوم ومشاريع جبارة عظيمة جدا والرؤية الوطنية، فحتى الرؤية الوطنية الآن في كل محاورها أشارت إلى أهمية التخطيط العمراني، يعني قضية الإسكان، قضية جودة الحياة، قضية تحسين وجعل المدن تنافس على مستوى العالم، جعلها من ضمن أفضل المدن في العالم، فهذه أشارت لها الرؤية الوطنية. فبالتالي التخطيط العمراني هو مهم ونحتاج له خصوصا في المملكة العربية السعودية، يعني نسبة المخططين يعتبر قليلة جدا لما نقارنها مع الستاندرد العالمي، يعني يفترض أن كل مليون نسمة يعادل تقريبا 100 مخطط، يمكن احنا عندنا اللي يمارسون فعليا كل مليون ممكن 10 مخططين يقابلهم، فالنسبة جدا جدا قليلة. وحتى مسألة الوعي بأهمية هذا التخصص مع الأسف الشديد يعني غير مدركة لدى كثير من الأشخاص، ما يقبلوا على هذا النوع من التخصص بالرغم أنه أن هذا التخصص يعتبر مهم لأنه يلامس حياة الإنسان. نعم. هذا التخصص لا يقتصر فقط على البعد العمراني ولكن له أيضا أبعاد اجتماعية وأبعاد اقتصادية. إحنا لما نتكلم عن الحي السكني ما نتكلم فقط على جانب فيزيكال أو جانب فيزيقي فقط، وإنما نتكلم عن جانب اجتماعي لأنه يؤثر على السلوك النفسي، الجانب النفسي والجانب الصحي والجانب الاجتماعي، وهو يعكس رغبات المجتمع واحتياجاته. صحيح 100% أكيد يؤثر على جودة الحياة مثل ما تفضلت دكتور وليد، لكن كمان نعرف أنك كتبت مقال على صحيفة مكة بعنوان جدا ملفت، العنوان كان أحياؤنا السكنية وثقافة الابن المدلل. إيش قصدك بثقافة الابن المدلل وإيش كان محتوى هذا المقال؟ نعم والله شوف أنا استوحيت هذا المقال من ما نتداوله دائما في مجال التخطيط العمراني، احنا دائما نتكلم عن مشاكل الأحياء السكنية، مشاكل المدن وقضايا المدن، فهذه أشياء تعتبر ليست غريبة بالنسبة لنا، ولكن نحب دائما نطرحها للرأي العام حتى تكون متداولة أكثر. فأنا تكلمت هنا عن نمط التخطيط العمراني، نمط التخطيط العمراني الآن الموجود مشكلة التخطيط أنه مؤثراته تظهر على المدى البعيد، يعني أنا لما أعمل الآن حي سكني الأثر ما راح يظهر بكرة، راح يظهر بعد حوالي يمكن 20 أو 30 سنة، فبالتالي تظهر هذه المشاكل. فإحنا نتكلم الآن عن أحياء سكنية هي أنشئت قبل حوالي 30 سنة وبعض أحياء جديدة ولكنها أنشئت على نفس النظام القديم اللي احنا نسميه النظام اللي هو الشبكي. هذا النظام أنا ما بقول أنه إيجابي أو سلبي، يعني في إيجابيات وفي سلبيات، ولكن من أكبر سلبياته أنه الحي نفسه في تخطيطه يكون يعني مفتوح، يعني يخترق من جميع الجهات من السيارات، وهو أيضا يعني يهتم أو يركز على الجانب المركبات كوسيلة نقل أساسية ولا يضع أي بدائل نقل أخرى، يعني مثلا زي المشاة، زي الدراجات، زي الببليك ترانسبورتيشن أو الباصات أو حتى مواقف الباصات. فلذلك أنا سميتها الابن المدلل، الابن المدلل معناته أنه
احنا خلاص ركزنا على السيارة كوسيلة نقل أساسية، صح، ونسينا الوسائل النقل الأخرى اللي هي المشاة. هذه مفترض أنها تكون موجودة ضمن البيئة السكنية، صح، كلايف ستايل. يعني أنا مو شرط الآن زي ما ذكرت في المقال أني أنا أشد الرحال عشان أذهب إلى ممشى أو ميدان مشاة وأشغل سيارتي حتى أذهب لهذا المشي. يشترض أنها ستايل لايف موجود في الحي السكني. نعم. أنا ألاقي نفسي والله ذهبت إلى السوق، ذهبت إلى أي مثلا أنشطة اجتماعية داخل الحي بدون ما أشعر، لأن في ممرات مشاة سليمة في كل حاجة، فأكون أيضا يعني مشيت اللي هو مثلا على ما يقولون 10,000 خطوة في اليوم بدون ما أشعر، بدون ما أنا أشد الرحال لكي أذهب إلى ممشى طويل. فهذه هي فكرة المقال يعني. نعم. طيب إذا نبغى نتكلم على سبيل المثال، ذكرت يمكن بعض الأحياء تخطيطها من 30 سنة، لهذا يعني تفتقر لأشياء مرة كثير لاحتياجات الإنسان وأيضا اجتماعيا وغيره. لو نجي نأخذ على سبيل المثال مدينة الجبيل وأحيائها، وهي مصممة من 30 سنة أو أكثر، لكنها إلى الآن مودرن، مواكبة للبيئة، تواكب احتياجات الإنسان، وفيها كل الصفات والمواصفات اللي يستطيع الإنسان أن يحيا فيها في وسط حي شامل ومتكامل. لماذا لا تأخذ هذه كمثال في باقي الدول، أو عفوا في باقي مدن المملكة وباقي الأحياء، بدل الأخطاء الكارثية اللي احنا بنشوفها والنقص الكبير اللي بنشوفه الآن في الأحياء؟ والله شوفي، بعض الأحياء اللي ذكرتها يعني حتى الآن في مدينة الرياض في بعض الأحياء تعتبر مثالية، ولكنها تعتبر أحياء يعني احنا نسميها أحياء نموذجية نسميها، لأنها تؤخذ من قبل مثلا شركات فهي اللي تشرف عليها بشكل كامل من A to Z. نعم. يعني من المرافق، من المرافق ثم البنية التحتية ثم الشوارع ثم تقسيمات الأراضي وحتى البناء، حتى يعني يكون في بناء جاهز مبني وخالص. لكن بالنسبة لنا للأحياء هذه تكون من خلال مطورين. المشكلة المطورين أو المطور غالبا هو يحتاج إلى جايد لاينز يمشي عليه، يعني لابد أن يكون في قاعدة معينة تقول له والله أن أنت تحتاج إلى أنشطة اجتماعية ويكون نسبتها كذا، يجب أن توفر ممرات مشاة، يجب أن توفر خطوط للدراجات، يجب أن توفر نقاط التقاء بالنسبة للباصات وخلافه. إذا ما أنت قلت له الأشياء هذه هو راح يهدف إلى الربح، وهو من حقه أنه يهدف إلى الربح، فيبدأ يعمل تقسيمات أراضي أقصى قدر من الاستعمالات السكنية على أساس يبيع الاستعمالات السكنية، لأنه لو من يضع الاستعمالات الخدمات أو الممرات المشاة حيستهلك من المساحة الإجمالية للحي السكني، فبالتالي حيخسر، فهو يبدأ يحاول يستغل أقصى قدر من المساحة. فهذه هي الإشكالية اللي تحدث في. طب ليش إشكالية إذا كان هناك في مقاييس ومعايير معينة تضعها الدولة المفروض لأي مطور أنه يمشي عليها ويراعيها عند تخطيطه للمخطط؟ احنا نتمنى ان تكون في لوائح يعني واضحة حتى للمطورين العقاريين، بحيث أنه لما يأخذ المطور العقاري هذه الأرض يعني يكون يجبر أن يمشي على هذه المعايير حتى ما تحصل لدينا هذه الإشكالات. وأيضا من ضمن هذه المعايير يفترض أن الواحد أيضا ينوع في أنماط التخطيط. الآن لما تلاحظي يعني أنا كنت أبغى أعمل بحث مثلا أو دراسة عن أنماط تخطيط الأحياء السكنية في مدينة ما، بعدين وجدت أن حوالي 90% من أنماط التخطيط هي أنماط تخطيط شبكي. فما في داعي أني أعمل بحث، ليش أعمل بحث وأنا عارف النتيجة من خلال خرائط جوجل، أعرف أن كل النمط تخطيطه هو نمط واحد وتخطيط شبكي يعني، فما في داعي أن الواحد يعمل دراسة لهذا الشيء. نعم. دكتور سألت كريم قبل شوي أنه ليش ما ينفذون نفس الشيء المطلوب، هل هذا معناته أنه ما في رقابة؟ هي ليست رقابة، ولكن أنا أتصور أنها معايير ومعدلات تخطيطية يفترض أن يكون في عندنا نوع من الجايد لاينز توضع من الجهات المسؤولة للمطور العقاري حتى يلتزم فيها، لأننا إذا تركناها مفتوحة هذا الشيء. والشيء الثاني يجب أن تسند إلى المخططين مسألة تخطيط الأحياء السكنية، لأن قضية تخطيط الأحياء السكنية هي ليست لوحة أو رسمة الواحد يعملها، أني أنا أعمل لوحة وأبدأ أرسم كذا الشوارع وكذا، لا، هي تحمل في طياتها أبعاد اجتماعية وأبعاد اقتصادية وأبعاد بيئية. أي منتج إحنا نعمله ونشكله راح يؤثر على المجتمع سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يؤثر على الأنماط الصحية ويؤثر على نفسية الإنسان ويؤثر على حياته، صح. لذلك التخصص التخطيط العمراني يعتبر مهم جدا بالنسبة للإنسان. للإنسان أكيد طبعا. دكتور وليد شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا وحياكم الله. شكرا لك. مشاهدينا لا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي، انتظروا المزيد بعد الفاصل.